الناس اللي عايزه تعمل نحت جسم، سمعنا عن المستوى ال 16 او جلسات المستوى ال 16، تمام، فعلا ممكن تنحت الجسم بشكل اكنها بجد انا رحت عملت عمليه جراحيه؟ تمام. اولا مير، احنا الحمد لله في المراكز عندنا ممكن نعمل اي حاجه. اهم حاجه البيشنت نفسه يسمع الكلام ويلتزم بكل التعليمات، واحنا هنحقق له النتائج اللي هو عايزها في وقت قليل ومن غير اي مضاعفات، وان شاء الله في الاخر نوصل لمرحله التثبيت عشان خاطر ما نرجعش وزننا يزيد تاني. هي الفكره كلها بس ان احنا نختار الكورس العلاجي المتناسب ليه. هي الفكره كلها برضو ان في حاجه بنشوفها كتير قوي، ان نيجي نشرح للبيشنت احنا هنعمل 1 2 3 4 5، يجي هو يعمل 4 بس ويقول لي اصل انا ما عملتش الخمسه دي عشان خاطر انا حاسس كده ان انا هخس اسرع. اقول لا، انت بتضر نفسك. لما اقول لك اعمل 5 حاجات يبقى انا عارف ان الخمس حاجات هيجيبوا نتيجه فعاله في وقت قليل. هي الفكره كلها ان احنا مثلا بنستعين باجهزه نحت ليه؟ عشان خاطر بنسمع كتير ان احنا بنخس على الوزن في الميزان كويس جدا، صح، ولكن الشيب نفسه مبقاش كويس. يقول لي لسه عندي كل جسم ينزل عندي ما عدا منطقه معينه، عندي ارداف، صحيح، صح. اهي الديفوهات او المناطق دي بتضايقنا جدا بقى في في الصيف بقى، مش عارفين نلبس احنا عايزينه وفي المنظر العام. وعلى فكره مش بنات بس ولا سيدات، لا رجاله كمان، رجاله رايحه بجد. انا عندي صحابي رايحين جايين الجيم، وطب نعمل ايه؟ اصل في بطننا لسه فاضل، انا عايز السكس باكس باين بقى. ما هو كده، هو كده غلط. ايه بقى؟ لان اولا الجيم لوحده مش كفايه، اولا هو الجيم مهم جدا بس من غير ما اشيل اوزان. يعني الفتنس مثلا مهم قوي كرياضه لرفع معدل الحرق، ولكن لازم يبقى في شرب ميه كتير، في دايت، في ادويه طبيعيه تكون ناجحه معاك، في فيتامين، موضوع الرياضه طبعا، موضوع اجهزه النحت. كلمنا بقى على ال 16، مش هجيب كل حاجه. ايه قصه ال 16؟ اهو الجهاز مثلا، الجهاز اللي هو كرايو ليزر، مستوى الجلسات مستوى 16، طبعا نتائجه رهيبه جدا في الشكل العام، بتلاقي شكلك اتغير، مقاساتي قلت خالص، بدات البس لبس مش عارف البسه قبل كده، المنظر العام قدام المرايه اختلف تماما، لان الحجم الدهون يبدا يقل، فيبدا بقى بعمل حاجه اسمها ريشيبنج. طبعا الدهون بتموت عن طريق الكرايو ليزر، وخلي بالك ان مع الكرايو لوحده مش كويس، لان الكرايو بيبقى شفط دهون فقط لا غير، يحصل ترهلات بعد كده. لا، احنا في نفس الجلسه بنعمل كرايو شفط دهون مع الليزر لشد الترهلات، لا عشان مثلا يعني في سوليك ستريتش مارك، اهو مثلا الجهاز في نفس الجلسه بنعمل اتنين مع بعض على فكره، بنبدا نشفط الدهون ونشد الترهلات عشان ما يحصلش اي مشاكل. يعني انت كده يعني مظبط كل حاجه. هعمل ايه تاني بقى؟ انا بسمع طبعا، او كلنا بنسمع هيك، بتجرب كل الاجهزه دي على نفسي الاول، على نفسك. ده حقيقي. عشان كده انت يعني بسم الله ما شاء الله يعني مسطره. عشان كده انا بحسدك على فكره. اي حد يجي يقول لي ربنا يستر، اي حد يا مير يجي يقول لي انا مش واثقه في الاجهزه، انا واثقه مش في الادويه، انا واثقه مش عارف ايه، اقول لها لا خلي بالك، خلي بالك بس بطنه هو مش بطنه. ما بقولش حاجه، هو ما بقولش حاجه الا لما اكون جربها الاول. انا هطلع معاك بعد كده بعد الحلقه، طلعيني. شرفينا بقى. قول لي بقى، ما انا لازم بقى انا بسال لنفسي حاليا بقى. تمام. انا دلوقتي جيت عملت الكرايو وعملت الكرايو ليزر، معلش، والليزر الاثنين مع بعض، عشان الشد. دي التقنيه الحديثه.